لم يعد هذا المشهد غريبا، فعدد الجائعين في اليمن والذين لا يجدون ما يأكلون إلا بهذه الطريقة صار بالملايين، كما أفاد بذلك مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة، فقد زاد ليصبح أكثر من 3,400,000 عن العام الماضي. المسؤول الأممي أعرب أيضا عن قلقه إزاء الحالة الإنسانية في اليمن، مبينا أن هناك أكثر من 22 مليون شخص بحاجة للمساعدة. إذن الريال يتدهور بسبب السلوكات اللاحقة لهذه الميليشيا. أما الحكومة والتي تحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية، أعلنت عن موازنتها للعام الجاري بعجز بلغ 33%، فيما تبدو عاجزة عن اتخاذ أي تدابير للحيلولة دون انضمام المزيد من اليمنيين لدائرة الجوع، بينما لا تكترث ميليشيا الحوثي بدورها لانهيار الوضع الإنساني. الأسعار قفزت منذ أسابيع مع انهيار سعر الريال اليمني إلى مستويات قياسية، وبات توفير الغذاء كابوسا يوميا للملايين، حيث يستورد اليمن أكثر من 80% مما يستهلكه بالعملة الأجنبية شبه المنعدمة في السوق مع ازدياد الطلب عليها. لا يقتصر الغلاء على المستهلكات المستوردة، بل وصل إلى المحليات منها مع قلة الإنتاج وارتفاع أسعار المحروقات وأجور النقل. أوضاع صعبة تعيشها اليمن جراء استمرار الحرب، ما سبب انهيارا للاقتصاد وتدهورا للوضع الإنساني في ظل عدم وجود حل سياسي ينهي الأزمة القائمة في البلاد.